الوغ اليوم تم الافتتاح المسبح الكبير لمدينة الرباط. هذا الفضاء اللي كيتم الافتتاح ديالو سنويا بمجرد حلول فصل الصيف كتعتبر واحد المتنفس جد مهم للسكان ديال المدينة وكذلك للزوار ديال مدينة الرباط. جميع التدابير على المستوى اللوجستيكي والمستوى الأمني اتخذت من أجل استقبال المصطافين في ظروف ممتازة. هناك برنامج بشكل يومي كيشمل تنظيم أنشطة ترفيهية رياضية ثقافية للأطفال والكبار كذلك. بشكل يومي نستقبل ما معدله 10,000 مصطف بشكل يومي. السنة الماضية استقبلنا أزيد من نصف مليون زائر. المسبح الكبير كيشمل على مجموعة من المرافق، هناك يعني مرافق صحية، هناك كذلك مصالح الصحة المدنية والعسكرية اللي في عين المكان اللي كتسهر على الصحة ديال المواطنين. كذلك تم تعبئة هاد المصالح ديال الوقاية المدنية والقوات المساعدة والأمن الوطني والسلطة المحلية، كذلك اللي كتقوم بتأطير المواطنين باش يدوزوا الصيف ديالهم في أحسن الظروف. واحد المسبح منشط المسبح الكبير لمدينة الرباط، اليوم بطبيعة الحال عشنا افتتاح المسبح الكبير لمدينة الرباط، هذه المنشأة السياحية والترفيهية اللي كتدخل ضمن المشاريع الكبرى الموجزة بالرباط عاصمة الأنوار. بطبيعة الحال من خلال استقبلنا مجموعة من الرواد، مجموعة من المصطفين اللي كان وحدهم ببرنامج تنشيطي متكامل رفقة الرباط للتنشيط والتنمية، مفاجآت عديدة ومتعددة كانت كتنتظر جميع الزوار والزائرات. بطبيعة الحال كونوا في الموعد رفقة الرباط للتنشيط والتنمية صيف 2024، صيف ممتع بامتياز. جيت للمسبح الكبير ديال مدينة الرباط، فريمون عجبوني الأجواء، زوينة بزاف وكل عام كنشوف تحسن لهذا المسبح، بالإضافة لأن هذه السنة اللي عجبني أكثر هو أن كان داكشي منظم وزايدين بزاف ديال الفضاءات ديال الترفيه سواء الكبار أو الصغار. فراس تبارك الله بزاف ديال الحوايج اللي شفتهم متغيرات على السنوات اللي فاتت، وفريمون عجبني الحال بزاف. الشكل ديال المسبح الكبر ديالو كيخليك انك كتلقى راحتك، زايد ان متوفرين حتى الكراسه والمظلات الشمسيه بالمجان للعموم. والحاجه اللي غادي نهضر عليها انايا وغادي نوجهها كرساله لجميع الناس اللي غادي تجينا سواء اللي من الرباط او من خارج الرباط، فحاولوا انكم تحافظوا على النظافه ديال هذا المكان لانه فريمون مكان ديالنا حنا كاملين، لانه 10 دراهم يعني بيسين تبارك الله الشكل ديالو والمؤهلات ديالو ما كنتيش عارف الثمن ما غضنش انه كيدير 10 درهم، دونك حنا خصنا نحافظوا على هذه البلاصه. اليوم جينا الوليدات ديالنا لهذا المسبح الجميل في مدينه الرباط. انا من المقيمين في الخارج، جيت مع وليداتي هنا، اجواء جميله وجو رائع الصراحه، وهذا الشيء كنفتخروا به هنا ووليداتنا وعائلاتنا. وكنشكركم انتم المجهودات اللي كدير السلطات الامن، وكاين هنا كل شيء صراحه اجواء رائعه. اليوم كان الافتتاح ديال المسبح الكبير بالرباط، كانت واحد الاجواء اللي زوينه كما كتشوفوا معانا. وبالنسبه للسباحين المنقيدين كانوا داير واحد السيستيم زوين بان كل واحد في حطو زعما في بوزيسيون ديالو، والاجواء زوينه مع المواطنين جاو اليوم، كان واحد الافتتاح كبير صافي هو الشيء اللي كاين. يعني مرحبا بكم في المسبح الكبير بالرباط. C'était bien dans la piscine, je m'amusais avec ma soeur, je dessinais, je suis dans Atlas, on s'est passé bien dans la piscine. Piscine ديال الرباط من اكبر المسابح الافريقيه، الحمد لله ملي كتوصل هاد الوقيته ديال الصيف كنجيبوا وليداتنا هنايا خلقوا معاهم الجو وتعجبهم الحال. الحمد لله كاين سيكيريتي، كاين نظام النظافه، كل شيء على ما يرام الحمد لله. وكنجيبوا وليداتنا تندوزوا معاهم قيد زويون تيعوموا تيمشيو فرحانين والحمد لله. الاجواء زوينه بصراحه، عجبنا الحال، وليداتنا يجيو يلعبوا وهنا في الامان، وكاين الامن الحمد لله ونقي
وكل شيء زوين. شكرا لهادو اللي دارونا المسبح الكبير، زوين بزاف وحسن من البحر. اللهم المسبح الكبير ولا البحر. شكرا لهم بزاف، فيهم الامل وفيهم كل شيء. واجدين 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 ليبيا.